يعد الصداع من أكثر الأعراض شيوعاً بين مراجعي عيادة جراحة الدماغ والأعصاب، وفي معظم الأحيان يكون الصداع ناتج عن أسباب بسيطة كالجفاف، قلة النوم أو التوتر النفسي، ولكن في أحيان أخرى قد يكون علامة مهمة على وجود اعتلال أو مرض في الدماغ كورم، نزيف أو استسقاء دماغي مثلاً لا سمح الله، خصوصاً إذا تصاحب مع انخفاض مستوى الوعي، الغثيان والقيء، اضطرابات النظر، ضعف عضلات الوجه والأطراف أو نوبات الصرع، مما يستدعي دائماً مراجعة الطبيب المختص بأسرع وقت ممكن لإجراء الفحوصات اللازمة، تشخيص الحالة المرضية وتقديم أحدث التقنيات وطرق العلاج لضمان أفضل معايير الصحة والسلامة.